السلام عليكم. وصفتنا لليوم لعشاق الأكل الحار من المطبخ الهندي. أتمنى إذا عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتشاركوها مع الأهل والأحباب. هنحتاج 3 حبات من الطماطم تكون معصورة، وبصل مفروم ناعم 3 حبات كبيرة، ملعقة كبيرة من الزنجبيل، ملعقة كبيرة من الثوم، و3 حبات من الفلفل الأخضر الحار. والمكون الرئيسي هو السمك، بيكون مقطع شرائح تكون عريضة. أول حاجة هنتبل السمك، ملعقة كبيرة من بودرة الكاري، ملعقة كبيرة من البابريكا، شطة والملح. بعدها هنغطيه وحتخليه على جنبه علشان يتشرب كل التتبيلة. في زيت حار على النار نشوح السمك شوية ونغطيه. بعد ما يستوي السمك هرفعه من النار، هخليه في مناديل الخاصة بالمطبخ. بعد كده في نفس الحلة هضيف الثوم والزنجبيل، ياخد لون، اشوحه شوية ياخد لون. بعد كده اضيف عليه البصل. بعد ما تشوح واخذ لون هضيف عليه ملعقة كبيرة من بهار المسالة. هأقلبه، بعد كده أغطيه شوية على النار وأضيف عليه الفلفل الأخضر الحار. وبعدها حضيف الطماطم المعصورة وخليها تسبك شوية على النار. وبعدها أرجع السمك على الخلطة. هنحتاج حليب جوز الهند، المقدار تقريبا كوباية اللي بيعادل 250 ملي، 250 ملي من حليب جوز الهند وكوباية من الموية كمان 250 ملي. هغطيها على النار تقريبا من 15 لـ20 دقيقة، بعدها بتكون جاهزة. وده شكلها النهائي.